غامض وربما لم يتكرر مثل سابقا أن يكون رئيس جمهورية سلفا مؤشر عليه مخالفات حقوق الإنسان أو عليه عقوبات مالية دولية مثل العقوبات التي تفرض على الولايات المتحدة الأمريكية أو سواها. وبالتالي أمامنا مشهد جديد. أنا أعتقد أن إيران في ظل رئيسي ستعاني بعض الانغلاق أو بعض الفجوة بينها وبين العالم عموما، مع ولا سيما في مع الدول والمؤسسات التي تتقاطع سياساتها ورؤيتها مع توجهات السيد رئيسي. أعتقد أن رئيسي سيواجه في البداية صعوبات كبيرة، وهذا يتوقف على نوع الخطاب الذي يريد أن يدخل به إلى العالم، المتبنيات التي يريد أن يتعاطى بها مع العالم. إشكالية السيد رئيسي أنه نتاج الواقع المحلي الإيراني بشكل بأمر مبكر دخل في مخاض الثورة وذاب في متبنياتها وفي خطابها، وبالتالي هو أشبه أقرب للعقل المحلي الإيراني وصناعة الثورة أكثر من سواه السابقين الذين كان لديهم فرصة تعاطي مع العالم ولديهم قدرة على قراءة الرؤية والفكر العالمي. أعتقد أن العالم سينتظر طويلا حتى سينتظر طويلا حتى أن يرى الرئيسي مواضع طيب.